مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. نشرة الأخبار. إليكم العناوين. قامت الوحدة الثالثة والتي تدعى تطبيقات التفاضل من شرطة الرياضيات برصد هدف في منطقة الصف الثاني عشر علمي وتكنولوجي. أعلن عميد شرطة الرياضيات عن رصد جائزة لمن يدلي بمعلومات قيمة عن الهدف المرصود. الهدف: تحديد تزايد وتناقص الدوال باستعمال المشتقة الأولى. معكم أشرف صبحي، فليتفضل. طيب يا شباب، أخذنا في اللقاء السابق كيف نوجد فترات التزايد والتناقص لدالة ما من خلال قاعدة الدالة. نتابع هذا الدرس. مقدمات ذكرناها فيما سبق نذكرها سريعا حتى نصل للمثال، وهذا هو موضوعنا اليوم. لكن ليسترجع معك بعض المعلومات السريعة: تحديد تزايد وتناقص الدوال باستعمال المشتقة الأولى. تذكر أولا أن مشتقة الدالة عند أي نقطة على منحنى الدالة هي ميل المماس لمنحنى الدالة. يعني يا جماعة، المشتقة الأولى تمثل معادلة ميل المماس. أيضا يذكرك بأن المستقيم إذا كان يتجه صعودا من اليسار إلى اليمين فإن ميله موجب، بينما إذا كان هابطا فإن ميله سالبا. والكلام ده كله ذكرناه في اللقاءات السابقة، فحاول تتذكره سريعا عشان ندخل في موضوعنا وهو حل مثال رقم 3 بإذن الله تعالى. أي منحنى متزايد ذكرنا فيما سبق أن ممساته زي ما انت شايف كلها صاعدة، وهذا يعني أن الميل موجب، وهذا معناه أن المشتقة الأولى موجبة. إذن نحن نحدد تزايد وتناقص المنحنى من خلال إشارة المشتقة الأولى. فإذا كانت إشارة المشتقة الأولى موجبة، هذا دليل على أن منحنى الدالة المرسوم متزايد، بينما إذا كان المنحنى متناقص نجد أن ممساته هابطة من اليسار إلى اليمين، أي أن ميلها سالب. هذا معناه أيضا أننا عندما نجد في فترة ما إشارة المشتقة الأولى سالبة، هذا معناه أن منحنى الدالة في حالة تناقص. إذن باختصار نحن نحدد سلوك المنحنى أنه متزايدا أم متناقصا أم ثابتا من خلال إشارة المشتقة الأولى. إشارة المشتقة الأولى موجبة، المنحنى متزايد. إشارة المشتقة الأولى في فترة ما سالبة، يبقى المنحنى في هذه الفترة متناقص. في فترة ما المشتقة الأولى دائما بصفر، يبقى منحنى الدالة في هذه الفترة ثابت. وبدأ بعد كده يقول لنا أيضا، ما زلنا في المقدمات، اختبار التزايد والتناقص. بيعيد نفس الكلام: إذا المشتقة الأولى أكبر من صفر أي أنها موجبة في فترة ما فالمنحنى متزايد، سالبة في فترة ما فالمنحنى متناقص، صفر في فترة ما فالمنحنى أو الدالة ثابتة. بيعطيك هنا في هذه الشريحة الهامة جدا أشكال النقاط التي عندها المشتقة بصفر. كل دي نقاط: إكس زيرو عند إكس زيرو عند إكس زيرو المشتقة الأولى تساوي صفر، أي أن كل هذه نقاط قيم. إكس زيرو تسمى القيم الحرجة للدالة، وتسمى أيضا قيم الثبات. النقطة نفسها دي نقطة ثبات، إكس زيرو قيمة عندها نقطة ثبات، قيمة للإكس، وجميعا تسمى نقاط حرجة وفي نفس الوقت نقاط ثبات في حالة ما يكون المشتقة الأولى بصفر. أما في حالة ما تكون المشتقة الأولى غير موجودة، في هذه الحالة تسمى مثل هذه النقاط نقاط حرجة، وهذه أشكالها. طيب، وتعرفنا أيضا على خطوات دراسة أو كيف ندرس التزايد والتناقص لدالة ما. قلنا أولا نوجد القيم الحرجة وقيم إكس اللي عندها الدالة غير موجودة، نضعها على خط الأعداد، نكتب الفترات ونبدأ ندرس في هذه الفترات التزايد والتناقص
من خلال إشارة المشتقة الأولى. دي الخطوات يؤكد عليها، درسناها فيما بعد فيما سبق معا في اللقاء السابق والذي يسبقه أيضا. تعال نروح الآن على هدفنا اليوم وهو حل مثل هذا المثال. بيقول في السؤال: لتكن الدالة F of X تساوي X ناقص 1 الكل أس 2 على 3. سؤاله: أوجد القيم الحرجة. ما هي القيم الحرجة؟ هي التي عندها المشتقة الأولى تساوي صفر أو تكون غير موجودة. إذن أنا هبدأ، ومن هذه القيم الحرجة ندرس فترات التزايد والتناقص بصفة عامة. لإيجاد فترات التزايد والتناقص، أول شيء نجيب قيم X اللي عندها الدالة غير موجودة. طب الدالة دي نوعها إيه؟ الدالة دي دالة جذرية، ودليل الجذر فيها فردي. وإذا كان يعني أصل هذه الدالة الجذر التكعيبي لإكس ناقص واحد الكل باور 2، يعني دالة جذرية، دليل الجذر فردي، يعني مجالها R. إذن لا يوجد قيم لإكس عندها الدالة غير موجودة، ولذلك طلب مني في السؤال على طول إيجاد القيم الحرجة. كيف نوجد القيم الحرجة؟ بإيجاد المشتقة الأولى. بدأ يجيب المشتقة الأولى، دي مشتقة قوس، 2 على 3 ضرب 1 ب 2 على 3، X ناقص 1 الكل أس 2 على 3 ناقص 1 بسالب 1 على 3 بالآلة الحاسبة، ضرب مشتقة ما بداخل القوس بواحد. تمام؟ دي المشتقة الأولى. جعل الباور موجب، نزل القوس بالأسفل وحول الأس السالب إلى أس موجب من قوانين الأسس. دي المشتقة الأولى الآن. القيم الحرجة هي قيم X اللي عندها هذه المشتقة إما تكون غير موجودة أو تساوي صفر، فبنأخذها مرة نساويها بالصفر إذا كان يصلح ذلك. طيب هل هذه الدالة الإف داش، هذه المشتقة الأولى، هل ممكن تساوي صفر؟ لا، لأن البسط ما فيهوش إكس، البسط عدد ثابت، فلما تساوي دي بالصفر يطلع لك 2 تساوي صفر، وهذا خطأ. هذا معناه أن هذه الدالة بهذه الصورة لا يمكن أن تساوي صفر، يبقى إف داش لا تساوي صفر. إذن لا يوجد عندنا قيم لإكس عند المشتقة الأولى تساوي صفر. طيب هل يوجد قيم لإكس عندها المشتقة الأولى غير موجودة؟ نعم، ناخد تكون الدالة الكسرية، خلي بالك المشتقة عبارة عن دالة كسرية، والدالة الكسرية تكون غير موجودة عند أصفار المقام. لما ناخد المقام ونسويه بالصفر هيطلع معنا بحل المعادلة إكس تساوي واحد، ووريها لك كيف نحل المعادلة. إذن هذه الدالة لها قيمة حرجة واحدة وهي إكس تساوي واحد. طب ليه قيمة حرجة؟ أولا لأنها في مجال الدالة، ثانيا لأن المشتقة الثانية عندها غير موجودة. خلي بالك القيمة الحرجة لها شرطين: لابد أن تكون قيمة في مجال الدالة الأصلية، وأن يكون عندها المشتقة الأولى إما أن تكون بصفر أو تكون غير موجودة. إذن إكس يساوي واحد قيمة حرجة للدالة F of X. الخطوة الثانية: نضع هذه القيمة الحرجة على خط الأعداد، فينقسم عندنا إلى فترتين، من سالب ما لا نهاية إلى واحد فترة مفتوحة، والفترة المفتوحة من واحد إلى ما لا نهاية. نريد الآن أن نعرف هل هذه الفترة الدالة فيها متزايدة أم متناقصة؟ كيف نميز في فترة ما سلوك الدالة، هل هي متزايدة أم متناقصة؟ أحسنت، فعلا كلامه صحيح. عندما نعوض في بعدد من هذه الفترة في المشتقة الأولى، من إشارة المشتقة الأولى نستطيع تمييز إن كانت الدالة متزايدة أم متناقصة. عشان كده هياخد قيمة من الفترة، أي قيمة، وليكن صفر، وليكن سالب واحد كما تريد، ونعوض في المشتقة الأولى بالآلة الحاسبة، طلع الجواب سالب. هذا معناه أن سلوك هذه الدالة في هذه الفترة هو سلوك تناقص. طيب ناخد عدد من الفترة الثانية وليكن 2، ونعوض في المشتقة الأولى، نجد أن الجواب موجب. هذا معناه أن الدالة متزايدة، بدأ يصف سلوك الدالة في كل فترة.
في الفترة الأولى الدالة F of X متناقصة، يعني منحنى هذه الدالة إذا رسمناها في الفترة من سالب ما لا نهاية إلى واحد لابد أن تكون متناقصة، بينما في الفترة من واحد إلى ما لا نهاية لابد أن تكون متزايدة. يبقى كده حلينا سؤاله، أوجدنا القيم الحرجة للدالة، أوجدنا فترات التزايد والتناقص للدالة. اليوم ركزنا على دالة جذرية، دليل الجذر فيها تكعيبي، يعني ثلاثة، دليل فردي. إذن الدالة متناقصة في الفترة من سالب ما لا نهاية وواحد فترة المفتوحة، ومتزايدة في الفترة المفتوحة من واحد إلى ما لا نهاية. هذا توضيح للحل. هي دي الدالة يا جماعة، ده الواحد هنا الآن، عند واحد المشتقة الأولى بتساوي ماذا تساوي؟ غير موجودة، لأن هنا نتوء مستدق، فالمشتقة الأولى عند هذا العدد واحد غير موجودة زي ما شفنا في الشريحة الماضية. من سالب ما لا نهاية إلى واحد زي ما أنت شايف الدالة بالفعل متناقصة، هنا متزايدة. هذا توضيح لحل سؤالنا اللي حلناه في الشريحة الماضية. طيب نروح الآن على حاول أن تحل، أوقف الفيديو وتفضل حل السؤال رقم 7 في صفحة 152، إن شاء الله حلولكم كلها صحيحة. أحسنتم، بارك الله فيكم. حاول تتابع الحل، أي شيء عندك فيه ملاحظة سجلها ودونها. ده التمرين رقم 7، نفس السؤال قريب جدا، أيضا دالة جذرية، دليل الجذر فيها 5، يعني الدالة دي مجالها R. بدأ يجيب القيم الحرجة زي ما كلكم جبتوها، جاب المشتقة الأولى، جعلها في أفضل صورة، جعل الباور موجبا، بدأ يبحث هل هذه المشتقة الأولى من الممكن أن تساوي صفر؟ لا، لأن هذا المقدار لا يساوي صفر أبدا. ثم بعد ذلك أوجد قيم X اللي عندها المشتقة غير معرفة، طلعت X بتساوي سالب 2، وضع هذه دي قيمة حرجة، وضعها على خط الأعداد، درس التزايد والتناقص زي ما كلكم بفضل الله عملتم، إن شاء الله إجاباتكم كلها صحيحة. تابع الحل. الآن تروح إلى واجباتك، صفحة 152، السؤال رقم 20. دعواتي لكم بالتوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العقل تسامى بالفكر والوعي شعار للعمر، ينادي نحكيه ليحكينا، يا كون اسمعنا واصطبري. ارحب الفكر تسامينا، وسمت في الأفق مساعينا، بالعلم سترقى أمتنا ونجوب الدنيا داعينا.